إلى ذلك أكدت الدكتورة بسمة الصفار استشارية الصحة العامة ورئيسة مجموعة التمنيع بوزارة الصحة خلال استضافتها في برنامج بكم نعود. أكدت أهمية أخذ الجرعة المنشطة وذلك لتحفيز الجهاز المناعي لإنتاج الأجسام المضادة ولخلق مناعة مجتمعية قوية قادرة على مجابهة مختلف تحورات الفيروس. طبعا قد يتساءل الجميع ما هي الجرعة المنشطة؟ هي عبارة عن اللقاح نفسه يعطى كجرعة أخرى لتنشيط الجهاز المناعي، لتنشيط الذاكرة المناعية وتحفيز المناعة، لأن بعد مرور فترة من الزمن من أخذ لقاح اعتمد طريقة تقليدية وهو الفيروس غير حي، فبينتج نسبة معينة من الأجسام المضادة متوقع أنها تتناقص تدريجيا بعد مرور فترة من الزمن، فلا بد من تحفيز الجهاز المناعي لإنتاج الأجسام المضادة لمقاومة المرض. وهذه الجرعات المنشطة أوصى بها الفريق الوطني حالياً لمتلقي لقاح سينوفارم لأنه اعتمد الطريقة التقليدية، وأوصى بها لفئات محددة خصوصاً الفئات الأكثر عرضة لمخاطر المرض. بصورة عامة الجرعة المنشطة تحفز المناعة وتعزز المناعة لدى الفرد نفسه، ومع ارتفاع المناعة للفرد ترتفع المناعة المجتمعية اللي تشكل حماية للمجتمع بأكمله. فكل ما ارتفعت المناعة المجتمعية إن شاء الله يعني وبإذن الله لما يكون هناك فيروس متحور مع مناعة مجتمعية مرتفعة ويكون اللقاح فعال ضد هذا النوع من الفيروس المتحور، نعم ممكن التصدي إلى الفيروس وتقليل عدد الإصابات والمضاعفات منه.